مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج الحوار، وأجمل تحية من شنسي. أصدرت لجنة تنظيم لتمرير الأمم المتحدة لتغير المناخ بيانا في مراكش المغربية في الرابع من نوفمبر الجاري احتفالا ببدء صلاحية اتفاق باريس. الجدير بالذكر أنه في الفترة ما بين 17 و18 من الشهر الجاري يعقد في مراكش مؤتمر الأمم المتحدة 22 لتغير المناخ، وهو أول مؤتمر حول المناخ بعد بدء صلاحية اتفاق باريس. هل سينجح هذا المؤتمر في توظيف الآليات المتعلقة باتفاق باريس؟ وما مدى تأثيرات نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية على اتفاق باريس؟ وهل لدى الدول المتقدمة عزيمة حقيقية لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات؟ لمناقشة هذه التساؤلات يسعدنا اليوم أن نستضيف في الأستوديو الأستاذ لطفي مقدم كريم كيم بسين. مرحبا بكم أستاذ لطفي، وأيضا السيد جو شاولون مراسل من وكالة سينهوا للأنباء. مرحبا بكم أيضا أستاذ جو. وقبل الحوار دعونا نتابع تقرير تالي. تأمل الصين أن يناقش مؤتمر مراكش الجدول وخارطة الطريق ضيع مثل تقديم الدول المتقدمة للدول النامية 100 مليار دولار أمريكي سنويا حتى عام 2020، وحث الدول المتقدمة إلى زيادة خفض الانبعاثات قبل عام 2020. وفي تقريرات والتحركات الصينية لمواجهة التغير المناخي 2016 الصادر في 3 نوفمبر، أكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح مجددا على هذا الموقف الصيني، كما أشارت في التقرير إلى ضرورة قيام مؤتمر مراكش بالأعمال التالية: أولا، التخطيط لتنفيذ اتفاق باريس والتنسيق بين اجتماع فريق العمل الخاص باتفاق باريس وبين اجتماع الأطراف الموقعة على اتفاق باريس. ثانيا، التخطيط للمفاوضات حول اتفاق باريس وتسريع بدء المفاوضات وأرساء أساس متين لتنفيذ الاتفاق. ثالثا، تعزيز التحركات التي خطط لها قبل عام 2020 وأرساء أساس متين للتحركات فيما بعد 2020، وهذا يتضمن وفاء الدول المتقدمة لوعودها. رابعا، زيادة الاهتمام بحاجة الدول النامية وتحقيق تقدمات حقيقية في حل مشاكل المال والتكنولوجيا والقدرة التي تواجه الدول النامية. أولا، نعرف أن المهمة الرئيسية لممثل الدول المشاركة في مؤتمر تغير المناخ في مراكش هي كيفية تنفيذ اتفاق باريس، فما هي أبرز التحديات التي ما زالت تواجه تنفيذ هذا الاتفاق؟ يعتبر اتفاق باريس امتدادا لكل من اتفاقية الأمم المتحدة الإدارية بشأن التغير المناخي واتفاقية طوكيو، وخاصة أن في نهاية عام 2012 قد انتهت صلاحية اتفاقية طوكيو. هذا يعني منذ ذاك الوقت حتى الآن كان لا يزال هناك اتفاق دولي ملزم قانونيا بشأن التغير المناخي، ولكن في الحقيقة وفي اليوم الرابع من هذا الشهر قد دخل اتفاق باريس حيث تنفيذ. هذا يعني تقدم كبير في مواجهة التغير المناخي بالنسبة إلى المجتمع الدولي. ولكن في الواقع في إبريل من هذا العام قامت أكثر من 180 دولة بالتوقيع على هذا الاتفاق، ولكن هذا لا يعني رغم أن الاتفاق قد أصبح سريع المفعول، هذا لا يعني أن هذه الدول كلها أجازت هذا الاتفاق. التوقيع على الاتفاق مختلف عن إجازة، لأن الإجازة بالنسبة إلى أغلب الدول المعنية إجازة هذا الاتفاق تحتاج إلى الموافقة البرلمانية، ولأغلب الدول هكذا. والصين في سبتمبر من هذا العام وافق البرلمان الصين على هذا الاتفاق، ولكن عندما يصل عدد الموافقة على هذا الاتفاق إلى 55 دولة، وعندما تشكل هذا حجم الانبعاثات لثاني أكسيد الكربون هذه الدول
55% من إجمالي الانبعاثات العالمية في هذا الصدد سيصبح هذا الاتفاق سريع المفعول. ولأن رغم أن الاتفاق داخل حيز التنفيذ، ولكن هذا لا يعني أن هناك قد حلت كافة المشكلات. في الواقع هذا الاتفاق لا يزال في خطوة ابتدائية وتواجه تحديات كبيرة. هذه المرة المؤتمر المقام في المغرب في مراكش يتمحور حول إعداد التفاصيل بشأن أو إعداد خريطة الطريق لتنفيذ هذا الاتفاق. وهذا الاتفاق في المستقبل يواجه تحديات متعددة، مثلا وبالنسبة إلى كافة الدول المبرمة بشأن هذا الاتفاق، يجب عليها أن تخضع للمراقبة الدولية بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة. هذا يشكل صعوبة أو تحديا لبعض الدول، خاصة الدول النامية. إلى ذلك هذا الاتفاق يحتاج إلى تعزيز الدعم المالي والتكنولوجي من الدول المتقدمة. ورغم أن هذه الدول قد تعهدت بتقديم هذا الدعم المالي، ولكن كيف تحقيق هذا الدعم؟ هذا يعتبر تحديا كبيرا في عملية تنفيذ هذا الاتفاق. وبشكل عام هذا الاتفاق يهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، ولكن اليوم الدول مختلفة في مراحل مختلفة. مثلا الدول المتقدمة قد أكملت عملية التصنيع، ولكن هذه الدول تواجه أيضا تباطؤا من تعافي النمو الاقتصادي. هذا يزيد من صعوبات في تنفيذ هذا الاتفاق. أما بالنسبة للدول النامية وخاصة الدول الأقل نموا، بعض الدول الأقل نموا لا تزال في مرحلة ابتدائية أو لم تدخل عملية تصنيع، فصعب على هذه الدول أن تنفيذ معايير تكنولوجية وصناعية صارمة لخفض الانبعاثات لغازات الدفيئة، فلا يزال هذا الاتفاق يواجه تحديات متنوعة. نعم، لننظر إلى الصين أولا أستاذ لطفي، كيف ترى أداء الصين في مواجهة تغير المناخ من حيث خفض الانبعاثات وتوفير الطاقات؟ نعم، هي تعتبر الصين اليوم يعني أكبر دولة يتواجد بها انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون، لكن نلاحظ أن الصين أخذت زمام الأمور، أخذت البحث في حلول لزمام الأمور. كان أول ذلك سنة 2014، وخاصة في اللقاء الثنائي بين أكبر يعني دولة مسؤولة عن الانبعاثات وثاني دولة مسؤولة عن الانبعاثات وهي الولايات المتحدة الأمريكية. فقد قررت الدولتان في اجتماع ثنائي يخص انبعاثات أو التغير المناخي في اللجنة، كان ذلك سنة 2014، بأن تمضي قدما من أجل إيجاد حلول من أجل خفض انبعاثات لثاني أكسيد الكربون، وأيضا خفض درجة الاحتباس الحراري لكي تبقى أقل من 2 درجة مئوية. الصين مضت، تعتبر الصين أول دولة اتخذت كل القرارات المناسبة. بدأ ذلك سنة في الرابع من جويلية 2015، أين قررت الصين وضع خطتها لكيفية تخفيض هذه النسبة، بحيث أن الحكومة المركزية الصينية قد وضعت حد، فهي ترى بأنه مثلا يجب أن تخفض، أن تصل ذروة استهلاكها لغاز الفحم سنة 2030. بعض الخبراء يقولون أنها سوف تصل إلى تلك الذروة قبل 2030، وهناك أيضا هي سوف تحاول أن تخفض من استعمالها لما يسمى للطاقات الأحفورية، بحيث أن الصين ترى بأنه يجب عليها بحلول 2030 أن تكون طاقتها، أن تستعمل طاقة تكون 20% كلها من الطاقات المتجددة في ما يسمى في معادلتها الطاقوية الوطنية. أيضا أمر مهم جدا، الصين تعتبر اليوم أكبر دولة مستثمرة فيما يسمى الطاقة المتجددة، بحيث يبلغ الاستثمار حوالي 54 مليار دولار في هذا القطاع أيضا.
من جهة أخرى الصين سوف تحاول يعني في عن الخطط يعني الخطط التي سوف تطبقها تحاول أن يكون هناك عدم استهلاك مفرط للفحم، وأيضا أن تحول كل الصناعات التي ممتدة عن الفحم، وأيضا حتى اليد العاملة أن تكون برسكالتها في مجالات أخرى. نعرف بأن اليوم في الصين الطاقة المتجددة تشغل أكثر من 3.4 مليون صيني، وممكن لهذا المجال الطاقوي الجديد أن يفتح شغل لحوالي 1.1 مليون فرصة مليون عمل جديدة. هناك كل عام يعني من ابتداء من 2015 هذا القطاع يحقق نمو في عدد العمال بحوالي 100,000 عامل. من هذا الالتزام الذي وضعته الصين على نفسها، الصين تكون قد أصبحت القاطرة الدولية، يعني أصبحت قاطرة الدول التي تحارب هذا ما يسمى الاحتباس الحراري أو انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. لكن نعرف بأن الصين لوحدها لا تستطيع. لو نأخذ الصين والولايات المتحدة يمثلان أكثر من 40% من الانبعاثات، الصين لوحدها 22%. لو نضيف أوروبا تصبح أوروبا الصين والولايات المتحدة أكثر دول انبعاثات، يعني أكثر من 50% من الانبعاثات الموجودة. اليوم الدول الأخرى يعني بغض النظر عن الصين، أوروبا والولايات لم تسلك نفس الطريق الذي سلكته الصين. حتى ولو أن أوباما يعني على هامش قمة أبيك مع رئيس شي جين بينغ هنا في الصين، حيث قرروا أنه يجب أن نصل إلى حد يعني بحدود بوصول سنة 2030 أن يكون الحد الأعلى لاستهلاك الفحم، وبعد ذلك يجب على كل دول أن تخفض من هذا الاستهلاك. هل يعني الولايات المتحدة، هل أوروبا لديها يعني كل ما يسمى يعني كل المصداقية بأن تذهب مثل ما ذهبت الصين؟ الصين اليوم يعني أعطت خريطة، وهناك سياسات يعني خاصة، هناك السياسات المركزية وهناك سياسات على المستوى الحكومات المحلية. هذا أمر مهم جدا. الصين تهتم بهذا الموضوع كل الاهتمام. فيما بعد سوف نتحدث عن أداء الدول الأخرى، يعني مثلا دول مجموعة الـ20. أستاذ جو، قرأنا من بعض التقارير أنه عادة ما يصل حجم الانبعاثات الكهربائية دولة متقدمة إلى ذروته عندما يصل الناتج المحلي الفردي لهذه الدولة إلى 20 حتى 25 ألف دولار أمريكي. أما الصين فمن المتوقع أن يصل حجم انبعاثات الكربون للصين إلى ذروته عندما يصل الناتج المحلي الفردي الصيني إلى 14 ألف دولار أمريكي. فلماذا يوجد هذا الفرق؟ كيف حققت الصين، يعني كيف تعمل الصين على تحقيق التوازن الأفضل بين التنمية والبيئة؟ أولا من الضروري أن نعترف ببعض العوامل الموضوعية في هذا الصدد. فمثلا في بالنسبة للدول الغربية وفي الماضي كانت التكنولوجيا الصناعية متخلفة عن التكنولوجيا الآن، فالصين استخلت أحدث التكنولوجيا في هذا الصدد. إلى ذلك كان وعي الإنسان بشأن حماية البيئة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة كان في الماضي يعني أضعف أو أقل من الآن. ففي هذه السنوات ازداد وعي الدول المختلفة في خفض هذه الانبعاثات. فالصين هذه الأمور تعتبر عوامل موضوعية في هذا الصدد. الصين قد بدأت في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة منذ سنوات، هذه عوامل موضوعية. ولكن في الواقع الصين قد بذلت مجهودات كبيرة في هذا الأمر. ففي هذه السنوات الحكومة الصينية أغلقت عددا كبيرا من المصانع الملوثة خاصة في مجالات الفحم والحديد والصلب، و قدمت الحكومة الصينية أو أصدرت سياسات تفضيلية للشركات المحلية بشأن تطوير الطاقة المتجددة والنظيفة. وكما وظلت الحكومة الصينية في هذه السنوات تدعو الناس إلى خلق أسلوب حياة خضراء يعني موفرة أو صديقة للبيئة. فهذه الأمور
حققت نتائج إيجابية، فمثلا في حتى عام 2014 قد انخفضت انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون بنسبة أكثر نحو 20% بالمقارنة مع القيمة المسجلة في عام 2005. في الوقت نفسه انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل واحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 33% بالمقارنة مع عام 2005. وحتى هذا السن لا تزال تعمل جهود وتواصل الجهود في هذا الأمر، فمثلا بالنسبة إلى الخطة الخمسية الوطنية 13 السن تعمل على مواصلة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 18% بشكل يعني إضافي، فبحلول عام 2025 ستنخفض انبعاثات هذه الغازات بنسبة 50% بالمقارنة مع عام 2005. نعم، فيما بعد سوف نتحدث أكثر عن أداء الدول مجموعة الـ20 في توفير الطاقة وخفض الانبعاثات، وأيضا بعض المشاكل مثل مشكلة المال في هذا المؤتمر. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. الآن نواصل الحديث حول مؤتمر مراكش حول تغير المناخ. أستاذ لطفي، قبل قليل ذكرتم أن أوروبا والولايات المتحدة لم تأخذ إجراءات يعني مثل ما في الصين لمواجهة تغير المناخ، فهل تعتقد أن ليس لديها لدى هذه الدول نية يعني حقيقية لمواجهة هذه المشكلة؟ عندما نتكلم يعني عن أوروبا والولايات المتحدة لا توجد إلا يعني إلى تلك الدول، فهناك دول ما يسمى بالبريكس وهناك مجموعة الـ20، ممكن أن نضمها مثلا دول مثل كندا، مثل اليابان، مثل أستراليا، مثل بريطانيا العظمى، أو حتى الهند والبرازيل. يعني لم يضعوا سياسات ملموسة في هذا الإطار. مثلا فناريندرا مودي رئيس وزراء الهند يقول أنا لا أتفق مع هذه الاتفاقية الإطارية، لأنه يرى بأن الهند في هذه الفترة، الهند بلد يعني في طريق النمو، يعني يسجل اقتصاده تطور ملحوظ، لكن يبقى الهند دولة متخلفة أو دولة نامية. لو نلاحظ يعني البنى التحتية للهند فهي ليست البنى التحتية الموجودة في فرنسا أو في إسبانيا أو في كندا أو في أستراليا، فهو يحتاج إلى الوقت. هذا ما ذهب إليه يعني زميلنا الأستاذ خالد من قبل، وقال أنه هناك يعني كل دولة ترى إلى هذا من منظورها التنموي الخاص، هل يتفق مع سياستها التنموية أم لا؟ ربما اليوم يجب إعادة النظر. فبما أن الاتفاقية أو ما يسمى اتفاقية باريس أو كوب 21 هي ليست مرغمة، هي لا يعني لا يتم فيها تسديد فلوس أو دفع غرامات، ولكن من الأفضل أن الدول ترى. فربما وهذا ما كان يعني كل حتى آخر إلى آخر يوم في باريس، يعني في عندما كان اللقاء، هو كان هناك ضغط من طرف كيري وزير الخارجية الأمريكي الذي قال لا يجب أن يكون هناك تدفيع أو تغريم للدول التي لا تنخرط، يعني أو الدول التي لا تطبق الاتفاقية بحذافيرها. هنا مشكلة الدول الأوروبية. الدول الأوروبية تعاني من أزمة اقتصادية، من ركود اقتصادي، العالم كله يعاني من اقتصاد من هذا الركود. لكن لو نلاحظ الصناعات التقليدية أو الصناعات الثقيلة في الدول الأوروبية، خاصة في الدول التي دخلت إلى الاتحاد الأوروبي يعني منذ سنين مثل دول أوروبا الشرقية، فنلاحظ أن قطاعها الاقتصادي يعتمد كثيرا على الصناعات الثقيلة. فهل يعني أوروبا اليوم مستعدة لتحمل ضغط جديد في ميدان التصنيع على اقتصادها الذي لا يؤدي يعني لا يؤدي دوره الإيجابي؟ ونلاحظ أن معدلات التنمية في أوروبا منخفضة. أيضا لدول مثل البرازيل ومثل الهند، مثل أيضا أستراليا أو اليابان، فهل توافق يعني على
أن تخفض من اقتصادها ومن أداء اقتصادها، أو تدخل في سياسات إصلاحية في وقت هذا الركود. من هذا نرى بأن الصين ربما هي الدولة الوحيدة، وخاصة نعود أيضا للخطة الخمسية الثالثة عشر، أين هناك وضعت الصين محاور مهمة، منها الابتكار، منها أيضا حتى أن هناك يعني سياسة خاصة باستعمال الطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة. هناك أيضا هذا ما يعتبر يعني أنها تأخذ اليد العاملة التي كانت في قطاع مثلا طاقوي أو في قطاع الفحم أو في الصناعة الثقيلة من أجل رسكالته في قطاع تنموية أخرى. فنلاحظ أن لكل دولة تتعامل مع هذه الاتفاقية الإطارية يعني من وجهة نظر تنميتها الخاصة. وهل أيضا نتكلم الدول الإفريقية أو الدول النامية أو التي هي تحت خط التنمية؟ فهناك دول تقول كيف نحن لم نقوم بالإنتاج، نحن نعتبر دول فقيرة، فكيف يعني تطبق نعم علينا الاتفاقية بنفس المستوى مع الدول المتطورة والتي لوتت من قبلنا؟ فيبدو أن يعني وراء الاتفاقية باريس ما زالت هناك أمور كبيرة، وهذا ما يصبو إليه مؤتمر مراكش، وهو إيجاد آليات جديدة وإيجاد سياسات من أجل وضع هذه الاتفاقية نعم في حد التنفيذ، وأيضا من أجل ما يسمى الحفاظ على الأرض وتوريثها للأجيال القادمة. أما لو وعد حول تقديم الدول المتقدمة 100 مليار دولار أمريكي للدول النامية سنويا حتى 2020، أستاذ جو، هل تعتقد أن الدول المتقدمة ستفي بهذا الوعد؟ هل يمكن أن ينجح المؤتمر في دفع حل مشكلة المال؟ أظن هذا الأمر يعتبر أكبر المشكلات التي تعرقل تنفيذ اتفاقية باريس. وطبعا المؤتمر المقام في مراكش يركز على وضع أو على مناقشة التفاصيل بشأن تنفيذ اتفاق باريس، فطبعا سيناقش كيفية توزيع أو فرض المسؤولية على الدول المتقدمة بشأن تقديم الدعم المالي للدول النامية في مواجهة تغير المناخ. ولكن هذا صعب جدا، لأن من الصعب بالنسبة للدول النامية من الصعب أن تطلب أو تواجه طلبا كبيرا الى الدول المتقدمه. طبعا الدول المتقدمه قد تعهدت بتقديم هذا الدعم، لكن هذا يحتاج الى مناقشات طويله ومعقده جدا، مثلا كيف توزيع هذه الحصه او هذا الدعم المالي بين الدول المتقدمه. مثلا بالنسبه الى الاتحاد الاوروبي سيحصل على حصه من هذا الدعم المالي، يعني سيدفع حصه من هذا الدعم، ولكن كيف يتحقق التوزيع العادل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد الدول الأعضاء بالنسبة إلى هذا الاتحاد تواجه أزمات أو مشكلات مالية كبيرة، فصعب جدا. وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، هي تريد أن الصين والهند تقدم دعم مالي ايضا للدول الاخرى، ولكن هذا صعب جدا، لان الدول مثلا الصين لا تزال دوله ناميه، فمن الصعب ان الصين تقدم دعما ماليا كبيرا للدول الاخرى، وخاصه ان الصين قد قدمت مساهمات كبيره بشكل اخر. يعني الصين حققت انخفاض ملحوظا في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وبحلول عام 2013 الصين تتعهد بان تسير انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الى ذروتها، وبعد ذلك الصين تحقق انخفاضا بنسبه 60% الى 65% من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون لكل واحدة من إجمالي الناتج المحلي. فتحقيق هذه الأهداف بالنسبة للصين صعب جدا، ولكن لا شك أن الصين ستحقق هذه الأهداف. فممكن نقول الصين قدمت ولا تزال ستقدم مساهمات لمواجهة المناخ بشكل آخر، ولكن في الوقت نفسه على الدول المتقدمة أن تلتزم بوعودها تجاه الدول النامية أيضا.
نعم أستاذ لطفي، مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جاءت إلينا ربما مشكلة جديدة، لأنه كان في حملة الانتخابات قال إنه لا يثق بأن تغير المناخ أمر حقيقي، وإن بلاده تنسحب من اتفاق باريس في حال فوزه. فهل لماذا أولا لماذا يريد ترامب ذلك، وهل تعتقد أنه سيفعل ذلك فعلا؟ نعم، يعني عند انطلاق كوب 22 في مراكش كان هناك يعني يحوم نوع جو من الشبح، وهو شبح انتخاب رونالد ترامب على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. لكي نعرف الاتفاقيات الدولية هو يعني أمر صعب، هي اتفاقيات موضوعة، نصوصها القانونية واضحة جدا، لا تستطيع أي دولة الانسحاب منها. فيما يخص الاتفاقية باريس، هناك يعني بعض المحللين لو نتطلع على الاتفاقية نرى بأن بعد الإمضاء على الاتفاقية يجب لكل دولة أن تنتظر 3 سنوات لتطعن في الاتفاقية، وبعد ذلك تنتظر عام واحد لتخرج من الاتفاقية. هذا ما يساوي 4 سنوات. 4 سنوات سوف تكون عهدة ترامب، يعني يكون انتهى من العهدة الأولى ولا يستطيع الخروج. لكن هناك الأخصائيين تكلموا، هناك مشكل آخر، هناك ما يسمى المادة 28 من الاتفاقية. المادة 28 من الاتفاقية تقول يعني أي دولة تكون رافضة لما يسمى الاتفاقية الإطارية لمحاربة تغير المناخ التي تم إمضاؤها لما هي 1994، ما يسمى اتفاقية كيوتو، يستطيع الخروج. يعني لو، لأن هذه الاتفاقية دائما تدخل في الاتفاقية الإطارية، فهنا المشكل. يعني من الناحية القانونية المدة يعني من 94 يعني مدة 3 سنوات مضت، يعني سوف ينتظر ترامب سنة واحدة فقط ويطلب بانسحاب الولايات المتحدة. لكن يعني هذا الأمر يعني حسب يعني رأيي الخاص، هناك أمور شديدة يعني سوف تقابل ترامب، لأن لا يخفى حتى وأن هناك شركات قوية لما يسمى للطاقة الأحفورية، هناك شركات أو ما يسمى ستارت اب جديدة في الولايات المتحدة، وهي شركات يعني تطور الطاقة الخضراء أو الطاقة المتجددة. فمن هذه الناحية سوف يكون لديه مشكل. هناك 3 سيناريوهات، يعني أو ترامب سوف يبقى، يعني سوف لن ينسحب من الاتفاقية الإطارية، لكن سوف يحاربها من الداخل. هذا أمر صعب، لأنه سوف يبقي الولايات المتحدة لكن يضع سياسات داخلية للولايات المتحدة، ولا يهتم يعني بما تنص عليه الاتفاقية، لأن الاتفاقية ليست جزافية، لا يتم دفع أي شيء. أنا أقول أوكي أنا موجود في الاتفاقية، لكن أنا سوف أخلق مصانع جديدة للفحم، سوف أستعمل غاز الصخري، سوف يعني يستعمل تقنيات ويبقى في الاتفاقية. 2، سوف يحاول استغلال هذه المادة 28 من الاتفاقية باريس للخروج، يعني سوف تأخذ له وقت، يعني تأخذ له وقت معين. وأيضا سوف يعني الشركات التي تستغل واللوبيات، لأن الولايات المتحدة يجب أن نعرف بأن الولايات المتحدة مبنية على اللوبيات، سوف يكون لديها مشاكل. احنا لاحظنا بأن أول خطاب لترامب بدأ نوعا ما يعني لبس ما يسمى اللباس الرئاسي، وبدأ يخفض من مستوى يعني كلامه. نرى بأن الواقع ترامب أصبح كرئيس منتخب للولايات المتحدة، ومن هذا الأمر ربما سوف يبقي. أو يعني الطريقة الثانية سوف يطلب، لكن عندما تخرج الولايات المتحدة من الاتفاقية تكون مضت 4 سنوات، وهو يعني هل الشعب الأمريكي سوف ينتخبه لعهدة ثانية ليستطيع الخروج من هذه الاتفاقية؟ لهذا فترامب ربما انتخابه سوف يخضع له، هو كلامه يؤمن أو لا يؤمن، لكن هناك